بالنسبة للفنانة ديالنا زينة، أنا كنظن بلي أنا نجاة عتابو ما عندهاش المنافس بتاتا، لا في أدائي ولا في مواضيعي ولا في صوتي ولا في عقلي ولا في أفكاري ولا في ما عنديش المنافس كاع بتاتا. أنا عندي مدرسة ديالي بوحدي، وزينة راه عندها الشكل ديالها راه معروف، وانا من الناس اللي كيبغيو الزينه الداوديه الصراحه. ان شاء الله كيف العاده انا عارفه بان الجمهور ديالي ان شاء الله غادي يكون حاضر معنا، والحضور ديالكم تيشرفني بعدا اولا، وانا فرحانه بزاف ان شاء الله باش نستقبل الجمهور ديالي، لان فريمون توحشتو بزاف.